بسم الله الرحمن الرحيم. سنتابع محاضرات في مادة Surveying for Civil Engineer للمساحة للمهندس المدني. نبدأ بالفصل الرابع Chapter 4 Leveling بعنوان الميزانية أو التسويق. في البداية, Leveling is a general term applied in surveying to measure the elevation of specific points relative to a datum. تعريف الميزانية هي عبارة عن تحديد أو قياس ارتفاع نقاط معينة على سطح الأرض بالنسبة إلى مرجعية خاصة. هذه المرجعية تعرف بالديتوم. عادة نحن ذكرنا سابقا أن المساحة لها هدف أساسي هو تعيين البوزيشن في المستوى الأفقي سميناه 2D XY 3XY, وفي المستوى العمودي بدلالة الارتفاع اللي هو سميناه Z أو ما يسمى Elevation. سنبدأ في هذا الفصل في التعامل مع البعد الثالث أو المستوى العمودي. إذا كل القياسات سوف تنسب إلى المستوى العمودي. فيعرف الـ elevations الارتفاعات أو ما يسمى الـ vertical measurements. هذه الارتفاعات أو الـ vertical measurement إذا تنسب وتعرف بالنسبة لسطح مرجعي اللي هو سطح الديتوم. عادة هذا السطح, سطح الديتوم, هو عبارة عن سطح مرجعي. قد يكون هذا السطح arbitrary اعتباري أو قد يكون معين بقياسات عبر قياسات دقيقة. إذا نقول the reference datum may be an arbitrary elevation chosen for convenience or a very precise value determined after lengthy studies. إذا عندنا نوعين من المرجعي, إما مرجعي اعتباري. ما معنى اعتباري؟ أن نقوم بفرض نقطة على سطح الأرض لها ارتفاع محدد. هذا الارتفاع نسمي بالحالة هاي الديتوم local datum اللي هو مرجعي محلي, وتنسب إليه كافة النقاط التي تقاس بناء أو استنادا عليه. أما النظام اللي سميناه النظام العام أو الشامل للمنطقة بشكل كامل, هذا نسميه national datum, يشمل المنطقة والبلد بالكامل. يتم تعيينه عبر دراسات مطولة وينسب إلى ما يسمى المين سي ليفل, منسوب الوسطي لسطح البحر. هذه الدراسات يتم تحديد المنسوب الوسطي لسطح البحر أو ما يسمى الصفر زيرو, تحديد الصفر لسطح البحر, واللي سميناه نحن هذا السطح أقرب سطح لسطح الأرض سميناه كسطح الجيول. For example, هنا أعطيك على سبيل المثال أنا عن the standard reference datum used throughout California is mean sea level. السطح المستخدم في كاليفورنيا بأمريكا هذا كmean sea level يسمى National Geodetic Vertical Datum اللي هو نظام الجيوديزي المحلي, هذا مسميه NGVD 1929, له مواصفات خاصة فيه. هناك ثلاثة طرق لقياس فروق الارتفاعات. الطريقة الأولى نسميها Direct Leveling و Differential Leveling طريقة ثانية و Trigonometric Leveling طريقة ثالثة. تختلف كل طريقة عن الأخرى بما يسمى البروسيجر اللي هو طريقة القياس, Equipment اللي الجهاز المستخدم أو التجهيزات, and Note Keeping Format وأيضا طريقة تدوين البيانات المستخدمة لكل طريقة. عادة الطريقة الأولى والطريقة الثانية يستخدم جهاز الليفل في قياس فروق الارتفاعات بالطريقة المباشرة, بينما الطريقة الثالثة يستخدم جهاز توتال ستيشن أو ثيودولايت لتعيين فروق الارتفاعات. وتقاس فروق الارتفاعات في هذه الحالة عبر تعيين الـ Vertical Distance مسافة العمودي من خلال قياس المسافة Slope Distance المائلي والمسافة الزاوية العمودية Vertical Angle. نبدأ بالطريقة الأولى نسميها Direct Leveling, الميزانية المباشرة. This surveying method is used to determine the difference in elevation between two or more points. يتم استخدام هذه الطريقة لتعيين فروق الارتفاعات ما بين نقطتين أو أكثر بناء على نقطة مرجعية نسميها البنشمارك.
هاي النقطة المرجعية تكون معلومة الارتفاع بالنسبة للمنسوب الوسطي لسطح البحر كما قلنا سابقا، بمعنى ناشونال ديتوم معرف ضمن الناشونال ديتوم نظام الوطني، او قد تكون لها ارتفاع معين سميناه arbitrary elevation وتسمى في هذه الحالة local datum. أيضا تستخدم هذه النقطة لبناء من خلال نقطة معلومة الارتفاع أخرى تسمى benchmark لنستند إليها بتعيين نقاط تفصيلية ارتفاع نقاط تفصيلية أخرى. إذن it is also useful for comparing the elevation of several points or objects. أيضا تستخدم لمقارنة ارتفاع مجموعة نقاط مع بعض البعض. ماذا يعني ذلك؟ عادة في أعمال البناء نستخدم ما يسمى الميزان، يستخدمه العاملين في الورشات لتعيين السطح الأفقي للنقاط. هذا السطح الأفقي يستخدم لتحقيق المستوى الأفقي أو تحديد ميول معينة. هذه الارتفاعات المعينة باستخدام هذا الجهاز، إذن الهدف منه تعيين هالمستوى الأفقي. أيضا جهاز الليفل يقوم بتعيين هالمستوى الأفقي الذي يوازي من السطح البحار اللي هو سميناه مين سي ليفل. وبالتالي من خلال معرفة إذا كانت هذه النقاط على نفس المسافة عن هذا السطح الأفقي تكون لها نفس الارتفاع، وإذا اختلفت عن هذا السطح تكون ارتفاعاتها مختلفة. وذلك نقول نحن يمكن استخدام الميزانين مباشرة لأعمال مقارنة بين النقاط الارتفاع مع بعض البعض. The equipment required to carry out direct leveling، إذن الجهاز المستخدم لأعمال direct leveling هو عبارة عن ما يسمى optical, digital or laser level instrument. هو عبارة عن جهاز optical، جهاز إما ضوئي أو رقبي أو جهاز الليفل اللي هو ليزري، نوع ليزري which is normally placed. عادة تركب هذه الأجهزة على قاعدة تسمى tripod، ويتم الرصد باستخدام هالجهاز على جهاز آخر أو ما يسمى staff اللي هي مسميها المسطرة. هذه المسطرة الستاف مدرجة تكون من 0 إلى 4 متر أو 6 متر حسب نوعيتها، أو تسمى أيضا leveling staff that should be held أو should be held vertically on a point اللي نستخدمها عادة ونمسكها بشكل عمودي على النقاط. على هذا إذن هلأ نبدأ بالتجهيزات المستخدمة للميزانية المباشرة. نحتاج إلى جهاز ما يسمى الليفل، الجهاز الليفل، وأيضا للترايبود. طبعا للترايبود لها ثلاثة أرجل قابلة للاستطالة الأرجل، وأيضا الستاف هاي عنا المسطرة المدرجة، عنا نوعين منها، قد تكون مسطرة من نوع فولدينج هاي المسطرة تنطوى طوي، قد يكون الطوي متر واحد أو مترين، وأيضا عنا نوع آخر من ستاف تلسكوبيك هاي عبارة عن 6 متر تدخل ضمن بعضها البعض. جهاز الليفل لو أخذنا هذا الجهاز حنشوف أجزاءه. جهاز الليفل يتكون من جزئين، جزء ثابت يثبت على الترايبود يسمى تريبراغ أو تريبراغ بالألماني، احنا نسموه تريبراغ أو تريبراغ بالإنجليزي، موضوع عليه هذا الجزء ثلاثة براغي تسمى فوتسكروز، واحد اثنين ثلاثة براغي فوتسكروز، وعنا الجزء المتحرك وهو عبارة عن منظار. هذا الجزء المتحرك موجود عليه عدسة مسميها Object Lens و Eyepiece Lens، عدسة عيني عند عين الراس وعدسة شيئي عند الجسم المرسوم. لو نظرنا من الأعلى للجهاز حنلاحظ هنا عنا العدسة العيني
والعدسي الجسمي، وهون عندنا ما يسمى جان سايت اللي هو التسديد التقريبي مشابه للتسديد بالبندقي، وعندنا هذا السكرو بنسميه اوبجكت فوكس سكرو لتوضيح الرؤية، وعندنا هون ما يسمى سفيريكال ليفل او سفيريكال سبيريت ليفل اللي هي بنسميها الفقاعة لتعيين أفقية الجهاز، تماما مشابه لجهاز الميزان اللي حكينا عنه يستخدم بالورشات. عندنا هاد ما يسمى برغي الحركي الأفقي البطيئة slow motion أو مسميه tangent screw. منظر جانبي أيضا نلاحظ هنا ما يسمى برغي التوضيح الرؤية، برغي الحركة البطيئة هاد السكرو أو سكروز فوت سكروز اللي هو البراغي بتحدد لنا أفقية الجهاز. طبعا بالبداية نحن نقوم بتركيب الجهاز على ترايبود ونضعه دوما نقول في منتصف المسافة بين نقطتين المراد تعيين الارتفاع بينهم. طبعا ليش نقول نحن بالمنتصف؟ لأنه هناك أخطاء نظامية كما سنرى أو نشاهد يتم حذفها عند وضع في منتصف المسافة نتيجة تساوي الخطأ النظامي، ولكن إذا كان الجهاز معير فهذه الخطوة لن تؤثر أي شيء سواء كان في المنتصف أو قريب من أي نقطة. عادة بالجهاز الليفل في عنا ميزانين بنسميها أو الفقاعة تسمى هذه الفقاعة سفيريكال. فقاعة السفيريكال ميزتها عن اللينير، نحن عنا فقاعتين المستخدمة بالليفل بيستخدم بالورشات بنسميها لينير. كان جهاز الليفل سابقا جهاز الليفل العادي في فقاعتين، واحدة كروي وأخرى فقاعة مسميها خطي لينير اللي هي الطولي. السبب وجود التنتين، الفقاعة الكروي دقتها أقل من الخطي، ولكن ميزتها أنها تضبط الجهاز في اتجاهين اللي هو بمحور X ومحور Y في المستوى الأفقي، تماما زي البلاط ما بيضبط ميزانية البلاطة في اتجاه أول واتجاه العمود عليها. لذلك حتى نضبط هالفقاعة هاي يتم ضبطها بالأرجل، ولكن عند وضع جهاز الليفل كونه لا نتمركز نحن بجهاز الليفل على نقطة مشابه لجهاز توتال ستيشن، يمكن وضع جهاز الليفل وضبطه من الفورس كروز بشرط أن يكون السطح الركيزي شبه أفقي، ويتم ضبطه في اتجاه الأول من خلال البرغيين الأول اللي هو A و B، نحركهم مع بعض إما للداخل أو للخارج حيث تتحرك الفقاعة باتجاه البرغي الثالث، تمام، ثم نحركها من البرغي الثالث حتى تدخل ضمن المنتصف. بينما الفقاعة الخطي إذا موجودة بالجهاز العادي هاي الفقاعة يتم بالبداية وضعه موازي إلى برغيين، تمام، وتحريك البرغيين إلى الداخل والخارج حتى تدخل المنتصف، تمام، ثم ندور الفقاعة بزاوية مقدارها 90 درجة إلى المحور الآخر، ونقوم بتحريك البرغي إما مع عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة حتى يتم ضبطه. قلنا الفقاعة الخطي دقتها أعلى أو حساسيتها أعلى من الفقاعة الكروي. عادة الأجهزة حاليا الموجودة، الأجهزة الموجودة تسمى Automatic Level، أصبح فيها فقاعة كروي وحدة. السبب لأن هناك ميكانيزم آلي بالجهاز تضبط لوحدة الفرق البسيط ما بين الفقاعة الكروي والفقاعة الخطي، وبالتالي لا نحتاج إلا لضبط فقاعة الكروي. القراءة على الستاف بكل بساطة، القراءة على الستاف نحن عندما ننظر من المنظار نشاهد النافذة التالي، هاي النافذة نرى قياسات، هون ما يسمى قياسات الستاف الموجودة. طبعا الجهاز مرسوم عليه شعيرة أفقي على الريتيكيول، هاي اللي بنسميها البلورة الموجودة على الجهاز، مرسوم زي سنايبر تماما خط أفقي horizontal line وخط آخر عمودي vertical line وخطوط أخرى، هاي خطين صغار بنسميهم خطوط ستيديا. نحتاج لقياس فرق الارتفاع الخط الأوسط، نقوم بالتسديد على النقط على الستاف ثم نرى قراءة الخط الأوسط. كيف تتم القراءة؟
الستاف عنا بالشكل هذا مدرجي من الصفر إلى 4 متر أو 6 متر حسب طول الستاف المتوفرة بالأسواق. طبعا عادة تدرج الستاف كل 10 تدريجات أو 10 سنتي اللي هي تمثل ديسيمتر. ديسيمتر وكل متر 10 ديسيمتر. طبعا تربط كل 5 أو 5 تدريجات تربط ببند، هذا نسميه الشريط، وتأخذ حرف الإي، إما إي سليمي وإي أو معكوسي. هذه تمثل 5 سنتي، وتلون كل ديسيمتر بلون أسود أو أحمر، لون أحمر للتوضيح الرؤية. عند إجراء القراءة، مثلا قراءة هنا، نرى هذا الخط الأوسط اللي هو الهوريزنتال لاين أين يقع على الستاف. نرى هون واقع في المجال اللي هو قراءته 0.9، لون أسود الخط ولون التدريجات أسود، ذاك أخذنا 0.9. إذا كان هذا الخط يقطع الإي الأولى، نقول بالإي الأولى واقع، نعد كم سنتيمتر تدريجي، 1 2 3 4 5، هو واقع تماما على التدريجي، إذا كنا القياس 0.9 سجلنا، وخمس تدريجات اللي هي 5 سنتي، وأجزاء السنتي ما في أجزاء، إذا حطينا صفر. لو أخذنا هاي قطع القراءة الثانية، قطعت الإي الأخرى الثانية اللي هي 5 تدريجات، لذلك نضع أول في ذهننا، نسجل هون 0.9 ونضع في ذهننا مباشرة 5، ثم نعد التدريجات السليمة التي لم يقطعها الخط، 1 2، ونقول 5 و2 7، سجلنا 7، وأجزاء التدريجي هاي السنتي، هاي السنتي تعد 10 ميلي، نقدرها تقدير على القراءة، منقول هنا تقديرة مثلا قدرناها 3 ميلي، هون بتقدرها 10 تقسيمات بذهنك تقدير، أخذنا قراءة 3. لو أخذنا هون هذا الخط، هذا الخط واقع ما بين تماما أسفل الإي اللي هي لها اللون الأحمر، اللون الأحمر واقع أسفل، لذلك منحط نحن التدريجي 1.0 قراءة، والخط السليم الواقع السنتيمتر واقع أسفل إذا حطينا 0، والتدريجات اللي هي المليمتر أيضا 0، جاي تماما على 1 متر. بهالشكل هذا تتم إجراء القراءات على الستاف. حتى نبدأ بالميزانية اللي هي مسميناها الدايركت ليفلينج، سنبدأ ببعض التعريفات. هاي التعريفات قلنا لدينا نقطة معلومة الارتفاع سميناها البنش مارك، هاي النقطة نضع عليها الستاف، والقراءة التي تؤخذ عندها تسمى باكسايت، قراءة الخلفية. النقطة المراد تعيين ارتفاعها كبنش مارك آخر يراد تعيين ارتفاعه نضع عليها الستاف، وهي نقطة مجهولة الارتفاع ونسميها فورسايت اللي هي القراءة الأمامية. نضع الجهاز بين النقطتين. قلنا إذا كانت النقطة معلومة الارتفاع كارتفاع arbitrary اعتباري، إذا نعطيها ارتفاع وليكن 100 متر. 100 متر معناتها صار عندنا local datum. بينما إذا نسبناها إلى الديتوم اللي هو عندنا سميناه المين سي ليفل، هذا الديتوم معناها صار عندنا قيمة للناشونال، صار تعريف أو قيمة للناشونال ديتوم. عادة عند ضبط الفقاعات اللي هي سميناها سفيريكال سبيريت ليفل ولينير سبيريت ليفل، يتشكل عنا سطح، هذا السطح سطح أفقي يسمى هوريزونتال بلين. هذا السطح الأفقي يتقاطع مع الستاف الأولى اللي هي الباكسايد ومع الستاف الثاني. فإذا كانت القراءة عند الستاف الأولى هي تماما نفس القراءة عند الستاف الثاني، معناها النقطتين يكونان بنفس الارتفاع أو تكونان بنفس الارتفاع. إذا اختلف قيمة الارتفاع هذا يمثل فرق الارتفاع بيناتهم. إضافة فرق الارتفاع هذا قد يكون بالموجب أو السالب، إضافته الارتفاع البنش مارك الأول يعطينا ارتفاع البنش مارك الثاني. عادة نحن سطح الجيود ليس له الشكل الستريت لاين، الشكل الأفقي، إنما هو شكل منحني، السطح هو منحني له كارفيتشر كروي معين. هذا السطح
الذي له كروي نسميه level surface، سطح level، وهو يوازي السطح الديتوم. والمسافة بيناتهم، هاي المسافة بين الاثنين تسمى ارتفاع الجهاز. حنبدأ، وعادة نحن عند ضبط أفقية الجهاز باستخدام spirit level ذكرنا سابقا أن العمود على الهوريزونتال بلين دوما يسمى plumb line، اللي هو خيط الشاقول أو خيط المضمار أو ما يسمى ينطبق على direction of gravity اللي هو اتجاه الجاذبية الأرضي. هاي التعريفات. إذن level surface is a surface هو عبارة over which water will not flow، هذا السطح المياه الساكن اللي يسميناه mean sea level أو سطح الجوف. And the direction of gravity is always normal to level surface. وقلنا أن اتجاه الجاذبية الأرضي دوما عمودي على هذا السطح. Because the earth is curved، بسبب أن الأرض لها الشكل المنحني، منحني، a level surface will become curved as shown in the figure. إذن قلنا نحن دوما سطح الليفل دوما له الشكل المنحني يتبع تقوس أو الكروية الأرض. horizontal surface، السطح اللي يسميناه horizontal surface أو horizontal plane عفوا، a horizontal surface will be tangent to level surface، هذا السطح يكون مماس له سطح level surface، ينطبق عليه ضمن مجال محدد. إذن over short distances، عند مجال محدد مسافة قصيرة أقل من 100 متر، يكون the horizontal surface and the level surface will be coincide، يكونان منطبقين هذين السطحين كما نرى في الشكل التالي. هذا الشكل نرى عند مسافة محددة أقل من 100 متر تطابق ما بين horizontal surface وما بين level surface. إذا نحن دوما عادة أقصى مسافة نقيسها بجهاز الليفل ما بين الجهاز وما بين الاستاف نأخذها 100 متر، نقول بدقة 2 مليمتر، ولكن فعليا المسافات يفضل ألا تزيد عن 50 متر ما بين الجهاز والاستاف حتى نحصل على دقة 1 مليمتر، ويكون هناك تطابق ما بين السطح اللي هو سميناه الأفقي وسطح الليفل، حتى لا تظهر كروية الأرض وينشأ معنا خطأ systematic error اللي هم سميه خطأ curvature of the earth اللي هو خطأ كروية الأرض. تعريف الباكسايد، من الباكسايد the first reading from a new instrument station، دوما أول قراءة عند الرصد بجهاز الليفل، هاي أول قراءة، وتكون دوما الباكسايد عند الارتفاع أو البنش مارك المعلوم الارتفاع، بينما الفورسايد ويرمز لها FS the last reading from the current instrument station، هي القراءة الأخيرة أو القراءة على النقاط التفصيلية. عادة يكون لدينا قراءة واحدة فقط باكسايد وعدة قراءات للفورسايد حسب النقاط المراد تعيين ارتفاعاتها. إذن تنسب كل النقاط أو كافة النقاط إلى قراءة الباكسايد. البنشمارك هو عبارة عن physical structure with a known or assumed elevation. قلنا البنشمارك نقطة معلومة الارتفاع. طبعا هاي النقطة هي عنصر معين على سطح الأرض، يتم تثبيته على سطح الأرض وتعيينه. قلنا إما قد يكون له ارتفاع arbitrary أو قد يكون له ارتفاع معلوم بالنسبة للمين سي ليفل. Reduced level RL the height of point relative to a datum. إذن هو عبارة عن ارتفاع النقطة بالنسبة لسطح الديتوم. It is a vertical distance. إذن هو مسافة العمودي between survey point and adopted datum plane. دوما هاي المسافة العمودية تكون ما بين النقطة على سطح الأرض وما بين المين سي ليفل اللي هو الديتوم أو الأربيتراري سميناه اللي هو الاعتباري. مين سي ليفل is represented by a surface known as the geoid. إذن قلنا المين سي ليفل هو عبارة عن سطح الجيود، وسطح الجيود قلنا هو أقرب سطح لسطح الأرض، which is the level surface to which all height measurements are referenced، والتي تنسب إليه كافة الارتفاع. هون نعطي هذا الشكل صور
لبعض أشكال البنشمارك التي تكون مزروعة في الأرض أو محفورة على الصخر. إذن to be considered a benchmark, the point should be identified by a permanent or semi-permanent structure. إذن يتم تعيينها بتثبيتها بشكل دائم أو شبه دائم. تمام. Will not be affected by traffic vibrations or environmental changes. النقاط دوما نختارها بنقاط بعيدة عن الحركة، بعيدة عن مناطق يكون فيها حفريات إلى آخره، حتى نضمن ثباتها. تمام. ونضمن عدم إزالتها، وتكون هذه النقاط معينة الارتفاع ومحددة الارتفاع وسميناها بالبنشمارك. Surveying standards have very specific guidelines on the required structure for benchmarks. طبعا الستاندرد أو ما يسمى المواصفات، يتم تحديد المواصفات الخاصة بالبنشمارك لكل دولة وفق شروط معينة. طريقة الرصد باستخدام الدايركت ليفلينج بسيطة جدا. إذن لو نرى هذا الشكل، عنا النقطة الأولى معلومة الارتفاع سميناها البنشمارك، وعنا هذا السطح الأرض، سطح الأرض، وهذا السطح الآخر اللي سميناه الديتوم المين سي ليفل أور لوكال ديتوم قلنا أربيتراري. المسافة ما بين العمودي، طبعا في المستوى العمودي هون، ما بين البنشمارك وما بين سطح الديتوم، هاي المسافة سميناها ارتفاع النقطة اللي هي سميناها البنشمارك H benchmark. المسافة ما بين النقطة وما بين القراءة على الستاف سميناها الباكسايد. نقطة مجهولة الارتفاع B. المسافة ما بين النقطة مجهولة الارتفاع B وما بين سطح الديتوم سميناها HB، هي ارتفاع النقطة عن سطح الديتوم. بينما المسافة ما بين النقطة B والمستوي هذا اللي سميناه الهوريزونتال بلين على الاستاف عند النقطة B نسميها الفورسايت. المسافة ما بين الهوريزونتال بلين وما بين اللي يسميناه الديتوم تسمى HI، اللي هي height of instrument، ارتفاع الجهاز. المسافة ما بين النقطة benchmark والنقطة B، المسافة بين النقطتين تسمى دلتا H، اللي هي difference of height، اللي هو فرق الارتفاع. هلا المعلوم عنا في هذه المسألة معلوم ارتفاع البنشمارك، ولدينا كأرصاد observations. إذن النونز اللي هي ارتفاع البنشمارك، والأرصاد observations أو measurements اللي هي الباكسايد والفورسايد. مطلوب من الأرصاد والمعلوم الارتفاع المعلوم تعيين ارتفاع النقطة. يتم تعيين ارتفاع النقطة B بطريقتين. الطريقة الأولى بنسميها rise and fall، اللي هي طريقة الارتفاع أو الانخفاض، rise and fall method. والطريقة الأخرى بنسميها height of instrument، طريقة ارتفاع الجهاز. كيف يتم ذلك؟ لو أخذنا المسافة ما بين الديتوم وما بين الهوريزونتال بلين عند البنشمارك، هاي المسافة تساوي HB plus backside، هي نفس المسافة ما بين الديتوم أيضا هون والهوريزونتال بلين عند النقطة B اللي تمثل HP plus فورسايت. هذه المعادلة المجهول فيها HP، وبالتالي لو جينا للمعادلات هون، H عنا للنقطة B HP، عودي هون HB بهالحالة تساوي H البنشمارك plus backside minus الفورسايت. بينما الطريقة الأخرى اللي هي height of instrument، ارتفاع الجهاز، شو يساوي؟ عنا ارتفاع البنشمارك معلوم والباكسايد عنا تم رصده، وبالتالي ارتفاع الجهاز يساوي ارتفاع البنشمارك plus الباكسايد. إذا طرحنا ارتفاع الجهاز من الفورسايت بيعطينا ارتفاع النقطة B. ذلك هاي الطريقتين، الطريقة الأولى اللي هي height of instrument أو culmination method، والطريقة الثانية اللي هي rise and fall method. ارتفاع الجهاز شو يساوي؟ اللي هو
reduce level of benchmark, ارتفاع البنشمارك اللي سميناه H benchmark plus الباك سايد. الباك سايد عند قراءة البنشمارك. وبالتالي إذا طرحنا ارتفاع الجهاز من الفورسايد أو ما يسمى الـ IS، IS هي فورسايد، أنا بنشرحها فيما بعد شو بتعني الـ IS، هذا الناتج يعطي ارتفاع البنشمارك. طبعا احنا قلنا الطريقة الأخرى هي طريقة الارتفاع أو الانخفاض. شو معنى الارتفاع والانخفاض؟ إذا كان فرق النقطة B أعلى من النقطة اللي هي البنشمارك، بالتالي سيكون فرق الارتفاع موجب، بمعنى أن النقطة أعلى. بينما إذا كانت النقطة B أخفض من النقطة اللي هي البنشمارك، سيكون فرق الارتفاع سالب ونقول عنها فول. لذلك نحن نقول الارتفاع والانخفاض كون فرق الارتفاع له إشارة، قد يكون موجبة وقد تكون سالبة. موجبة إذا كانت النقطة B أعلى كما نرى هون، أعلى من النقطة اللي هي البنشمارك مثل هذه الحالة، بينما إذا كانت النقطة B أخفض من البنشمارك تكون لها إشارة سالبة. عنا هون مسألة بسيطة، عمو لك the following figure shows a cross section leveling for construction project. عنا هذا المثال يوضح لنا مقطع عرضي لأحد مشاريع الكونستراكشن بناء، تم استخدام فيه the automatic level was set up over an existing concrete water storage tank and consecutive readings were taken according to the benchmark A. إذا عنا نحن بالشكل اللي حنوضح فيه المقطع اللي هو سميناه العرضي، تم استخدام جهاز ليفل من نوع أوتوماتيك، بمعنى ليس لا يحتوي على اللينير سبيريت ليفل، وتم وضعه فوق تانك من الماء، تمام، وأخذ القراءات التالية. طبعا البنشمارك معلوم الارتفاع A، ارتفاعه معطى، وأيضا القراءات معطى على الشكل هذا الشكل. عنا مقطع عرضي، هذا سطح الأرض الطبيعي، وعنا هون خزان المياه أو التانك، وضع عليه جهاز الليفل. طبعا تم ضبط الجهاز، هذا الخط الأزرق يمثل horizontal plane، وعنا عندها البنشمارك A تم أخذ قراءة شو نسميها هون قلنا الباك سايد، بينما باقي القراءات على النقاط الأخرى تسمى فور سايد. هاي النقطة البنشمارك معلومة الارتفاع، بينما المطلوب تعيين باقي الارتفاعات. طبعا هذا المقطع عرضي عادة يستخدم لبناء الطرق، مثلا إنشاء الطرق. لاحظ هذا شكل المقطع هون، هذا شكل المقطع، اللون الأحمر هو شكل الطريق، وبالتالي حيقع هذا الطريق في منطقة هاي بنسميها منطقة حفر كت، بدنا نزيلها حتى نشكل هالمقطع هذا، بينما يجب أن نردم بهذه المنطقة حتى تسمى فيل حتى نشكل المقطع. لذلك نحن أجرينا هالميزانية هاي لنعرف مقدار كمية الكت أند فيل. عم يقول لك بهون عنا النقاط، واحد نقطة، واحد اثنين إلى آخره، هاي النقاط، وعنا القراءات على الستاف، هاي قراءة الأولى، قراءة الثانية على الستاف، قراءة الثالثة. هون عندك الارتفاع ما بين ما يسمى الجريد اللي هو سطح الطريق وما بين الهوريزنتال بلين، وعنا قياس مسافات الأفقي. نرجع للمطلوب. واحد، مطلوب الفرع الأول، what is the height of instrument؟ قديش ارتفاع الجهاز؟ find the elevation of a grade، أوجد ارتفاع منسوب سطح الجريد أو ما يسمى formation level. compute the height difference between 2 and 6، أوجد فرق الارتفاع ما بين النقطة 2 والنقطة 6. calculate the gradient of the line segment joining the two points 3 and 5. بدنا نحن شو نوجد هون؟ الميل، الجريديانت بنسميه الميل او الستوب ما بين النقطتين اللي هي 3 and 5. الفرع الرابع، a concrete water storage tank has the shape of a cube،
إذا هذا الشكل التانك له شكل مكعب with volume عندنا حجمه 512 متر مكعب. If we want to replace it with a spherical one بدنا نستبدل هذا الشكل الكيوب المكعب بشكل آخر كروي that each vertex حيث أن كل نقطة من رؤوس المكعب of the cube طبعا مع إهمال by neglecting wall thickness إذا أهملنا سماكة الجدار touches هاي النقاط تمس touches the inner surface of the sphere تمس السطح الداخلي للكرة. What is the length of the diameter أدي عنا كم هو طول القطر الميترز بالمتر of the sphere بدنا نوجد قطر هالكرة اللي حنستبدل فيها المكعب هالشكل مكعب. إذا نستبدل مكعب بكرة التانك شكله كروي ولكن رؤوس المكعب تمس السطح الداخلي للكرة مع إهمال سماكة الجدار. عمولك What is the elevation of the sphere's center بدنا نوجد ارتفاع مركز الكرة to make its surface tangent to grid line حتى نجعل سطح الكرة يمس سطح ما يسمى الطريق أو الجريد لاين أو فورميشن لاين. أرجو من الطلبة أن يقوموا بحل هذه المسألة وسأقوم برفع حل المسألة في فيديو آخر وشكراً.